باش نبنيو جوكر تراديسيون في التنظيم الكروي، معناتها ما نقعدوش احنا مشى ممرن ما عندناش حتى شكل. مشى شد هيئه ما عندنا حتى شيء. سي لا كونتينيتي كري لا ديريكسيون سبورتيف سي كل. لا فري ديريكسيون سبورتيف، مش لا ديريكسيون سبورتيف نتاع هو ولا جيب لاعب ولا لا، سي با سا ديريكسيون سبورتيف. هذاك علاش قلت لك معنى ديريكسيون سبورتيف في تونس اصبحت وحتى في العالم راهو مولات مرتب في خمسه. الاضافه نتاعو فيها اضافه اولا تنظيم التوسكي سبورتيف، معناتها يكون هو شارير بين لو ستاف تكنيك والهيئه، باش يكون تم انسيدي، باش يكون تنظيم في تم تقاليد جديده نحبوا نرميوها في الفيزيوناج، في اداره نادي من الصباح الليل، مشروع اللي تم معناتها السينيور باش يكون الستاف تكنيك عنده بيداتير في الوكال اللي ديما تبقى شكون يشرف عليه، ونحاولوا باش نعطيو تقاليد جديده في الفريق. ياسر حوايج باش نحكيو عليها توا باش نشوفوها من يوم للاخر، اللي هي ثمره خبره خذاها هو في فرق الاحتراف العالم، واللي شافوا في الخارج في فرق المنظمه، اللي يحبوا هو يقول لك انا كابن فريق ونحب الفريق نتاعي، واحترام لي لاني كنت من اللاعبين اللي كنت ساهمت ولو بقصد صغير في تكوينه. يقول لك انا اجوردي نحب جيرونا موني، نحب نساهم في تحسين نظام الرياضي، كلمه باهيه في الانبوز، سميناها ديريكتور سبورتيف، وان كان كلمه كرهناها، معناتها تنظيم رياضي يكون معناتها مهما كان الممرن تماش مشى الممرن تمشي تقريبا تم حاجه موجوده دو بوان دو في نحكي للكيب سينيور. يكون تم الارشيف نتاع اللاعبين توجدوا واش عملوا واش بليسي قداش لعبوا اتسيتيرا اتسيتيرا، يكون سونتراليزي ديما الممرن اللي يجي، ديما الممرن اللي يجي يلقى الستركتور موجوده، التقاليد موجوده في النادي، هو يتبعها. هذا اللي نحبوا نوصلوا له، اللي ان شاء الله معناتها لو بلوتو بوسيبل، مي تي تابتي باش تبدا التقاليد ماهوش من اليوم الاول، لازم وقت باش ترمي اون بلاس نوتر اورجانيزيشن.